بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالبات الثانوي، اليوم راح نتكلم عن درس الأحماض النووية. الفكرة الرئيسية لهذا الدرس تخزن الأحماض النووية المعلومات الوراثية وتنقلها. أهداف الدرس تحديد المكونات البنائية للأحماض النووية، ربط وظيفة الـ DNA بتركيبه، وصف تركيب الـ RNA ووظيفته. الربط مع الحياة، أصبح فحص الـ DNA شيئاً عادياً في الطب والعلم الجنائي وعلم الإنساب والتعرف على ضحايا الكوارث، وقد مكنتنا التقنية الحديثة من الحصول على عينة الـ DNA مفيدة من مصادر مدهشة كالشعر أو اللعاب الجاف على طابع بريدي. تركيب الأحماض النووية، تتشكل الأحماض النووية نوعاً رابعاً من الجزيئات الحيوية، وهي جزيئات تخزين المعلومات في الخلية، جزيئات تعمل على تخزين المعلومات داخل الخلية. إذا الأحماض النووية هي نوع من الجزيئات الحيوية، وهي جزيئات تخزن المعلومات داخل الخلية. وقد أخذت هذه الجزيئات اسمها من الموقع الخلوي الذي توجد فيه هذه الجزيئات بشكل رئيسي، وهو النواة. تقوم الأحماض النووية بوصف وظائفها الرئيسية في مركز التحكم. سميت حمض نووي لأن موقعها الرئيسي النواة. وتقوم الأحماض النووية بوظائفها الرئيسية من مركز التحكم، والحمض النووي هو بوليمر حيوي يحتوي على النيتروجين، ويقوم بتخزين المعلومات الوراثية ونقلها، وتسمى وحدات البناء الأساسية للحمض النووي بالنيوكليوتيدات. إذن الأحماض النووية جزيئات حيوية، تقوم هذه الجزيئات بتخزين المعلومات في الخلية. سميت الأحماض النووية وفقا لموقعها، أو ارتباطا بشكل بموقع هذه الجزيئات بالشكل الرئيسي في الموقع، موقع الخلوي لهذه الخلية، أو عفوا هذه الأحماض، وهو النواة. لذلك سميت أحماض نووية. ما هي وظيفة هذه الأحماض؟ تقوم الأحماض النووية بوظائفها الرئيسية من مركز التحكم. والحمض النووي هو وحدة البناء الأساسية للحمض النووي، عفوا الحمض النووي هو بوليمر يحتوي على النيتروجين، يقوم بتخزين البيانات الوراثية أو المعلومات الوراثية ونقلها. تسمى وحدة بناء البوليمر أن الحمض النووي بالنيوكليتيدات، ولكل نيوكليتيد 3 أجزاء: مجموعة فوسفات غير عضوية، سكر أحادي ذو 5 ذرات كربون، وتركيب يحتوي على النيتروجين يسمى بالقاعدة النيتروجينية. إذن الوحدات البناء الأساسية للحمض النووي نيكلوتيد، كل نيكلوتيد يحتوي على 3 أجزاء رئيسية: مجموعة فوسفات غير عضوية، سكر أحادي ذو 5 ذرات كربون، قاعدة نيتروجينية أو تركيب يحتوي على النيتروجين يسمى بالقاعدة النيتروجينية. على الرغم من أن مجموعة الفوسفات هي نفسها في جميع النيوكليدات، إلا أن السكر والقاعدة النيتروجينية يختلفان. على ماذا يحتوي الحمض النووي؟ يحتوي على سكر أحادي مكون من 5 ذرات كربون ويسمى سكر بنتوز. إذن يحتوي الحمض النووي على سكر أحادي مكون من 5 ذرات كربون يسمى بسكر بنتوز، وهو من أحد النيوكليدات المرتبطة بفوسفات نيوكليوتيد آخر. يوضح لنا هذا الشكل النيوكليدات وحدات البناء الأساسية التي تكون منها بوليمرات الأحماض النووية. هناك نيوكليوتيدات عبارة عن سلاسل أو شريط. النيوكليوتيدات اللي هي السلاسل أو الشريط تحتوي على 5 أو سكر خماسي ومجموعة فوسفات متناوبة، وكل سكر خماسي يرتبط بقاعدة نيتروجينية تبرز من السلسلة. نلاحظ أحماض نووية عبارة عن سلاسل طويلة من سكريات ومجموعات فوسفات متعاقبة، يرتبط كل سكر بقاعدة نيتروجينية، ولأن النيكلوتيدات ملتوية فإن السلاسل تشبه درج السلم. نلاحظ سكر وقاعد ومجموعة الفوسفات ترتبط بقاعدة السكر، كل سكر يرتبط بقاعدة نيتروجينية، كل سكر خماسي يرتبط بقاعدة نيتروجينية ويكون مرتبط بمجموعة فوسفات بشكل متناوب، ثم سكر مرتبط بقاعدة نيتروجينية ثم فوسفات ثم سكر مرتبط بقاعدة نيتروجينية ثم فوسفات. هذا بالنسبة للنيكلوتيدات السلسلة أو الشريط.
فتتكدس القواعد النيتروجينية على وحدات النيوكليوتيدات المتجاورة واحدة فوق الأخرى في وضع منحرف قليلا فتشبه درجات السلم. تبقي القوة بين الجزيئية كل قاعدة نيتروجينية قريبة من القواعد النيتروجينية التي فوقها والتي تحتها. نلاحظ أن كل نيكلوتيد هو سكر خماسي يرتبط بقاعدة نيتروجينية ويرتبط في مجموعة فوسفات. الأحماض النووية، أول حمض هو حمض الـ DNA ويسمى اللولب المزدوج. ربما سمعت عن حمض ديوكسي رايبونيوكليك اللي هو الـ DNA، هو أحد أنواع الأحماض النووية توجد في الخلايا الحية. يحتوي الـ DNA على خطط رئيسية لبناء أو جميع بروتينات جسم المخلوق الحي. الـ DNA يحتوي على خطط رئيسية لبناء جميع بروتينات جسم الكائن الحي. نأتي للتعرف على تركيب الـ DNA. مما يتركب الـ DNA؟ يتركب الـ DNA من سلسلتين طويلتين من النيوكليوتيدات ملتفتين معا لتشكل شكلا حلزونيا مثل الشكل 21-6. هي عبارة عن سلسلتين طويلتين من النيوكليوتيدات ملتفتين معا لتكوين أو لبناء شكل حلزوني. يحتوي كل نيوكليوتيد في الـ DNA على مجموعة فوسفات وسكر ديوكسي رايبوز ذو 5 ذرات، وهو عبارة عن سكر خماسي منقوص الأكسجين وقاعدة نيتروجينية. نلاحظ أن كل نيكلوتيد يحتوي في الـ DNA يحتوي على مجموعة فوسفات، هذا رقم 1، على سكر رايبوز ذو 5 ذرات 2 من الكربون، وهو عبارة عن سكر خماسي منقوص الأكسجين وقاعدة نيتروجينية. تتشكل جزيئات السكر ومجموعات الفوسفات المتعاقبة في كل سلسلة الجزء الخارجي أو العمود الفقري للتركيب اللولبي. أما القواعد النيتروجينية فتوجد داخل التركيب، ولأن البناء لولبي يتكون من سلسلتين فهو يعرف باللولب المزدوج. هذا بالنسبة لتركيب الـ DNA. على ماذا يحتوي الـ DNA؟ يحتوي على 4 قواعد نيتروجينية مختلفة، هي الأدينين ويرمز له بالرمز A، الثايمين ويرمز له بالرمز T، السيتوسين ويرمز له بالرمز C، والجوانين ويرمز له بالرمز G. إذا الـ DNA يحتوي على 4 قواعد نيتروجينية مختلفة، الأدينين، الثايمين، السيتوسين، والجوانين. يحتوي كل من الأدينين والجوانين على حلقة مزدوجة. الأدينين والجوانين يحتوون على شكل حلقة مزدوجة، أما الثايمين والسيتوسين فلهما تركيبان أحادي الحلقة. نلاحظ أن الأدينين والجوانين يحتوون على حلقات مزدوجة، أما الثايمين والسيتوسين يحتوون على تركيبان أحادي الحلقة. نلاحظ في الشكل السيتوسين والجواتين الأدينين والثايمين. الثايمين عبارة عن حلقة، الأدينين عبارة عن حلقتين، الجوانين عبارة عن حلقتين، والسيتوسين عبارة عن حلقة أحادية. نلاحظ أن كل قاعدة نيتروجينية على الشريط من اللولب تقابلها قاعدة نيتروجينية على الشريط المقابل. كل قاعدة نيتروجينية على شريط من اللولب تقابلها قاعدة نيتروجينية من الشريط المقابل بالطريقة نفسها. مثل أسنان السحاب المنزلق، حيث تتقابل كل قاعدة مع قاعدة الأخرى. تقارب أزواج القواعد المتجاورة إلى حد تتكون بينهم روابط هيدروجينية، ولما كانت كل قاعدة نيتروجينية لديها تركيب فريد من المجموعات الوظيفية العضوية التي تستطيع أن تكوين رابطة هيدروجينية، فإن القواعد النيتروجينية تشكل دائما أزواجا بطريقة معينة. يرتبط الجوانين دائما مع السيتوسين، دائما الجوانين يرتبط مع السيتوسين، والثايمين يرتبط مع الأدينين.
جوانين يقابل السيتوسين، والأدينين يقابل الثايمين. وتسمى الأزواج جي أس اللي هو الجوانين والسيتوسين، وأي تي اللي هو الأدينين والثايمين، أزواج قاعدية متطابقة. لذا تساوي كمية الأدينين في جذيل الدي إن إي دائما كمية الثايمين، وكمية السيتوسين تساوي دائما كمية الجوانين. نلاحظ أن استخدم العالم جيمس واتسون وفرانسيس كريك هذه الملاحظة ليقوما بأحد أعظم الاكتشافات العلمية في القرن العشرين، عندما حددا تركيب الدي إن إي ذو اللولب المزدوج. تحققا هذا الإنجاز دون أن يقوما بالعديد من التجارب المختبرية، بل قاما بدلا من ذلك بتجميع أعمال عدد كبير من العمال من علماء عفوا الذين قاموا بدراسة الدي إن إي وتحليلها. وظيفة الدي إن إي، ما هي وظائف الدي إن إي؟ الدي إن إي وظيفته يختزن المعلومات الوراثية للخلية في النواة، وينسخ الدي إن إي قبل انقسام الخلية حتى يحصل الجيل الجديد على الخلايا من المعلومات الوراثية نفسها. وبعد أن قرر العالم واتسون وكريليك أن سلسلتي لولب دي إن إي تكمل إحداهما الأخرى، أدرك أن الأزواج القاعدية المتطابقة تنسخ المادة الوراثية للخلية بطريقة آلية. فقواعد الدي إن إي النيتروجينية الأربع تتخذ حروفا أبجدية في لغة تخزين المعلومات، يمثل التسلسل المحدد لهذه الحروف تعليمات الشامل للمخلوق الحي. يحمل تسلسل الحروف في كلمات جملة تنمى معنى خاصا، ويختلف تسلسل القواعد في كل نوع من المخلوقات الحية، مما يسمح بتنوع ضخم من أشكال الحياة، وكذلك عن طريق لغة تستخدم أربع حروف فقط. ويقدر أن الدي إن إي الخلية البشرية يحتوي على 3 مليارات زوج من القواعد النيتروجينية مرتبطة ومرتبة في تسلسل خاص بالبشر. إذا وظيفة الـ DNA هي تخزين المعلومات الوراثية ونسخها قبل انقسام الخلية. نلاحظ أن هناك نوع آخر من الأحماض النووية هو حمض الـ RNA، الرايبو نيوكليك حمض النووي، يختلف تركيبه العام عن تركيب الـ DNA في 3 طرق مهمة. أولاً، الـ DNA يحتوي على قواعد نيتروجينية الأدينين والسيتوسين والجوانين والثايمين، في حين أن الـ RNA يحتوي على الأدينين والسيتوسين والجوانين واليوراسيل، ولا يوجد ثايمين أبداً في الـ RNA. ثانياً، يحتوي الـ RNA على سكر الريبوز، في حين يحتوي الـ DNA على سكر الديكسي رايبوز. إذا الاختلاف الثاني أن الـ RNA يحتوي على الرايبوز، سكر الرايبوز، أما الـ DNA فيحتوي على سكر الديوكسي رايبوز، الذي يوجد فيه ذرة هيدروجين بدل مجموعة هيدروكسيل. أما الفرق الثالث بين الـ DNA والـ RNA هو في الشكل. الـ DNA عادة على شكل لولب حلزوني ثنائي، في حين حيث تقوم الروابط الهيدروجينية بربط سلسلتين معا عن طريق قواعدها، في حين يتكون الـ RNA من شريط واحد دون وجود روابط هيدروجينية بين القواعد. يخزن الـ DNA المعلومات الوراثية، في حين الـ RNA استخدام المعلومات الموجودة في الـ DNA. نلاحظ أن يخزن الـ DNA المعلومات الوراثية، في حين أن الـ RNA يمكن الـ RNA الخلايا يمكن الخلايا من استخدام هذه المعلومات الموجودة في الـ DNA. لقد تعلمت أن المعلومات الوراثية للخلية موجودة في تسلسل في القواعد النيتروجينية في جذيل الـ DNA، وأن الخلايا تقوم باستعمال تسلسل القواعد هذا لتكون الـ RNA بتسلسل متطابق، ومن ثم يستعمل الـ RNA لصنع بروتينات بتسلسل من الأحماض الأمينية بتقرير بترتيب القواعد النيتروجينية، وتسمى هذه التسلسلات باسم الشفرات الوراثية. ولما كانت البروتينات هي الأدوات الجزيئية التي تقوم بها معظم النشاطات في الخلية، لذا يعد اللولب المزدوج اللي هو الـ DNA هو المسؤول في النهاية عن التحكم بآلاف التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الخلية. كذا تعرفنا على الأحماض الأمينية النووية عفوا، وأنها هي عبارة عن بوليمرات من النيوكليوتيدات التي تتكون من قاعدة نيتروجينية ومجموعة فوسفات وسكر خماسي.
الدي ان اي والار ان اي هما جزيئات تخزين معلومات الخليه. تكون الدي ان اي من شريطين، اما الار ان اي يتكون من شريط واحد. هذا بالنسبه لدرس الاحماض النوويه، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.